يسوع يشفي أبرص. وبينما هو في إحدى المدن، إذا برجل غطى جسده البرص، فلما رأى يسوع ارتمى على وجهه وتوسل إليه بقوله: يا سيدي، إن أردت فأنت قادر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه وقال له: أريد، فطهر. فزال عنه البرص في الحال. فأوصاه يسوع أن لا يخبر أحدا، وقال له: لكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك، ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم. وزاد صيت يسوع انتشارا، فأقبلت إليه جموع كبيرة لتسمعه. وتشفى من أمراضها، ولكنه كان يعتزل في البراري ليصلي.